انت قول انك بتستعبط اهو الكذب باين في عينيك. يا بحي يا وين يا بحي بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتفول على بنتي؟ اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ وبعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟ انت صدقت اني بموت فيك؟ تبقى اهبل. من هنا ورايح اسمي مدام رشا او رشا هانم. يا حيوان مش اطلع بره، امشي اطلع بره. وانا اسيبك عشان تهدي. امشي اطلع بره يا حيوان بره. لئن أشركت ليحبطن.
بطن عملك ولا تكونن من القاسرين. بل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لا الأخت اللي هناك دي عمالة بتبص عليكي كده ليه؟ لتكونن من الخاسرين. سيبيها براحتها، هي مش في دماغي خالص. بيقولوا يا حرام البنت جالها انفجار في المخ وماتت. غريبة قوي، رغم إن أنا سمعت إنها كانت بتتدرب خيل وقعت من عليها. ما تعرفيش فين الحقيقة. طب أقول لك إيه؟ هي مامتها فين؟ شايفاها خالص. اعتقد اللي قاعده دي. لا 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 مش دي خالص. انا عارفه رشا معاكوا كويس. قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بعدين في بنت المفكوكة دي أقوم
اقوم اجيبها من شعرها وامسح بيها بلاط الجامع والله اعملها وافرج عليها الناس. نوح احنا في جامع. بصي مستفزه ازاي هي لا جت ولا راحت حته سكرتيره. احنا في عزا. طيب خلاص. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مش ملاحظ حاجة؟ ملاحظ يا كبير طبعا. ايه بقى؟ الجرلات اللي موجودة هنا مش تبعنا. ليه بقى؟ ودي محتاجة لسؤال يا كبير. يعني مراته تهرب مننا عاوزنا نفضل برضو رجالته زي ما احنا؟ حاجة هتطلع من نافوخي. انا هتكون هربت يعني راحت فين؟ وانا ايش عرفني؟ طب ما تقسلنا كده ويعرف لنا. اعرف لك ايه؟ اعرف لك مكانها؟ لا اعرف لنا البنت الصغيرة دي ماتت ازاي. الله يرحمها. الله يرحمها. انا اتقصت يا كبير ومحدش عارف حاجة. يظهر ان الموضوع فيه سر كبير قوي بس انا هعرفه وابلغك بيه. مش برضه هتكون في البيت عند ام الولاد ولا هتكون في الكافيه اللي بتقعد فيه يا كبير؟ ايه بقول لك هتكون في البيت عند ام الولاد ولا في الكافيه اللي بتقعد فيه؟ دري يا بوبي ما احنا مع بعض ولا انا يعني هتوه منك؟ مش هتوه ولا حاجه لا سمح الله. خلاص بقى بطل رغي وخلينا نركز في القران. حاضر. شكرا الله صح. ملكش في حاجة وحشة. شكرا الله يا مدين. شكرا الله صح. شكرا الله صح.
بقاء لله. شد حيل. شكر الله صاحبي. شكر الله صاحبي. ألبان محتاج حاجة؟ شكرا. طب أكلمك. صعبان عليا نديم قوي. أنت فين يا ناصر؟ فين؟ شايفنا فين؟ اه شفتك شفتك. رامي هريني مسجات. عايز ايه؟ هو مش هيبطل حركات الاطفال بتاعته دي؟ على فكره انا ابتديت اتخنق منه. رامي على فكره يا ملك لويل قوي ليكي. بقولك استني شويه ارجعلك. طيب. جاي لك يا ناصر. لا ما تنكريش انها مفاجاه حلوه. ايه رايك بقى؟ وجاي ضارب بدله ومعايا السبحه بتاعتي وعامل جو. ما تنكريش انك اتبسطتي. عارف لو استخدمت المعلومات اللي في التليفون ولا الارقام اللي فيها هعمل فيك ايه؟ ايه هتعملي فيها ايه؟ هطلع عين اهلك. وماله ما تطلعي عين اهلي؟ المهم انك ما تطلعيش عين انا. تصدق انك صعبان عليا يا ابني. انت مش قدي. انت اخرك 50 جنيه تمن الطلقه اللي هتفجر دماغك دي. احترم نفسك وخدها من قصرها وابعد عني وعن مريم. هو انا جيت ناحيتكو؟ ما انا كنت بعيد عنكو. انت اللي دورتي عليا وجيتيلي وقلتيلي طلق مريم طلق اختي. وانا قلتلك وماله؟ ادفعي اطلق. لكن ازاي قعدتي تلفي وتدوري وتحوري وجيتيلي لحد البيت؟ فاكره ولا فكرك؟ ودخلت عليا دخلت يلف. احنا قرايب نصالح بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض، وبدل الخمسة مليون هديك 10. وانا عشان عبيط وهبل صدقتك. واتريكي كنت عايزة تلعبي معايا لعبة المرجيحة وهوب ترميني من عليها. اه على جدور رقبتي. بس على مين؟ على مين يا ملك يا جرح؟ ده انا خالد الليسي. تعرف يا سخيف مش هتطول مني ولا ملي. حركاتك الوسخة دي تعملها مع ناس تانية. طب انا عندي فكرة. احنا نروح لحبيب القلب يحكم ما بيننا. اهو احنا نستنى كده لما الظروف بتاعته تعدي ونقعد احنا التلاتة سوا. هو انا ما قلتلكيش؟ لا والنبي شكلك مش عارف. ده طلع حبيب. ده طلع حبيبي وقريبي كمان. قريب مين يا هبل؟ انت هتصيع عليا؟ فكرني هصدقك؟ بقولك ايه؟ لشويتين دول تعملهم على واحدة غيري. ومريم حكياني على القصة إياها لما استخبيت تحت الدواسة. أجبان. عارف لو عرفت بس إنك كلمت وعامل إيه؟ هخليك تسف التراب اللي أنت واقف عليه لحد عندي وتدوس فرامل. فاهم يا أمور؟ على فكرة ده الراجل اللي خطفني بعربيته قدام الشركة. خطفك؟ بقولك ايه؟ المصاحف اللي فاضله دي كلها تتوزع على الجوامع اللي حوالينا. ولو فاضل ادعيه او سجاجيد هبعت لك حد توديهم عندي العربيه. اوكي اميره. عايزه
ليه؟ هو في ايه؟ ردي على قد السؤال. لا انا اللي كلمت المطعم ولا عملت اوردر من اصله. فضلك افتكري كويس يا اميره، افتكري كويس. الولد بتاع الدليفري قال لموظف الامن ان اميره هي اللي بعتت الاكل لنديم. طب ممكن تفهموني عشان انا مش فاهمه حاجه. سيبها مفيد، المطعم موجود والعملاء اللي طلبوا اوردرات متسجله اساميهم بتليفوناتهم. واللي عمل كده ببنتي هوصل له هو واللي خلفوه كمان. ليه؟ وانت عايزه تنزلي ليه؟ الله، وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انا حره. ما انتش حره، احنا في مصيبه. ما ينفعش رجلك تخطي بره الباب ده لحد ما نشوف انا وانت هنعمل ايه. واصله؟ هو ناقصش غير حيوان زيك يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت نسيت نفسك ولا فاكر عشان اللي حصل ما بيننا ان الروس هتتساوى؟ انت حته خدام ولا تسوى. الخدام ده مشي وراكي، سمع كلامك وعض الايد اللي اتمدت له. الخدام ده اتغفل ومبقاش عارف ايه اللي مقبل عليه. الراجل هو بيسلم عليا في العزا صغار اللي بعينه، جابني من فوق لتحت. كان ناقص يقول لي يا قط انا اريكو مش هسيبك. راجل مين وحزني؟ انت فاكرني لغه؟ هصدق انه ما ماتش وان في حد تاني هو اللي مات؟ انت عبيط يالا. انا لو ما كنتش عبيط كنت مشيت وراكي، كنت سمعت كلامك. شكلك هتقع يا قط وهتطبل فوق دماغنا كلنا. دماغك لوحدك. انت عارفه يعني ايه انه يجيب جردات من بره يا ووقفهم في العزا؟ على انه بيديني السكه. كارت احمر. قول لي يا قط اركن على جنب، ما انت خلاص راحت عليك ورشا هربت منك. اسمي رشا هانم يا معفن. طب يا مدام رشا هانم يا معفن، انت رايحه فين؟ انت مال اهلك؟ على فكره انا بفوت لك بمزاجي عشان عارف الظروف. ظروف ايه؟ انت هتصيع يالا؟ اوعى من وشي. اقول لك اثباتي هنا. انت لو رجلك خرجت بره الباب ده وحد بس لقطك هنروح في 60 داهيه. نديم فخري حويته مش سهل زي ما انت فاهمه. انت كنت مراته بس انا اعرف اكتر منك. واعرف ايدي واصله لحد فين. هو ما ماتش بجد؟ يعني احلفك على مصحف علشان تصدقيني؟ طب يا رب انا لو بكدب اموت، ولا يعني كنت اخدك معايا العزا بقى وزي ما تيجي تيجي؟ يعني هتقول لي عزا؟ استهدي بالله، استهدي بالله بقى رشا. رد ايدك عني، اوعى تلمسني خالص، مفهوم؟ مفهوم. اسكت اسكت خالص، صوتك بيعصبني، مش عايزه اسمع نفسك. يا رشا يا كذاب يا واطي. يا رشا هل وجهي هي اللي اكلت السم؟ اخرس. طب اقعدي. قلت لك مش عايزه اسمع صوتك، عايزه هدوء في البيت لحد الصبح. اقعدي يا رشا. ممكن؟ الله الله. هجيب لك انا سجاره. انت حريقه سجاير. انا اروح على اول الناصي اجيب سجاير واجي. عايزه حاجه تاني؟ هيك اليوم بقى في حد يعمل في حبيبته مام كده؟ انتي مش راضية تصحي بقالك كتير.
الساعة كام؟ هات التليفون كده حبيبتي من جنب. يا خبر ابيض، انا نمت كتير قوي. ايوه دي سانت مريم دخلت عليكي لقيتك في سابع نومه. هو يا طنط مريم عايزه مني ايه؟ فطرتي؟ استنيكي خلي ساده تعمل لك النسكافيه. تتحضر الفطار بقى مريم. اوكي. جود مورنينج يا روحاني. الماما جود مورنينج. ايه بعتلك فويس نوت؟ مريوم يا حبيبتي وحشتيني يا روحي قوي 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 يعني كمان قوي. اسكتي، مش انا قابلت ملك وقلت لها ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك وان رجعتك لعصمتي وانه قريب قوي 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 هطلبك في بيت الطه. على فكره انا نسيت اقول لك ان الصور والفيديوهات كل الحاجات اللي اختك خدتهم دول كوبي، لكن الاصل عندنا عند حبيبك الليسي. وبيسالي عليا يا مريومه، ما تبقيش وحشه كده يا حبيبتي ومش معبران، انا بقلق عليكي من وقت للتاني. خلاص يا حبيبتي يلا خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله. الكلاب فين ورقه الطلاق اللي اداها لك؟ قومي هاتيها. هو مش جالك هنا عشان يديكي الورقة لما سي حازم ده شافه؟ يعني ايه يا مريم؟ ما خدتيش ورقتك؟ انت بتستعبطي يا مريم؟ ازاي ما تاخديش ورقة طلاقك؟ طب والمصحف هتجننيني؟ والله العظيم يا هتجننيني يا هتموتيني في اول عمري. خدي موبايلك. هو انت بعد مسج نديم فخري؟ نديم بيه، اتفضل المدير منتظر حضرتك. استناني هنا يا سيد. حاضر يا فندم. فعلا يا فندم في اوردر طلب اول امبارح على عنوان سيادتك الساعه 3 العصر. مين اللي طلبه؟ طب حضرتك اسمح لي بس بعد اذنك لو في حاجه مضايقاك في الاكل ولا حاجه قول لي حضرتك او الطيار. من فضلك تقول لي مين اللي طلب الاوردر. لو ثانيه اشوف حضرتك. اللي بتطلبه سيادتك كل مره اميره ناصف. متاكد؟ تأكد حضرتك البيانات بتاعتها على الكمبيوتر، حضرتك أول ما بتتصل اسمها بيظهر على السيستم على طول.